طيب بطولات نادي الزمالك في كرة السلة 59 بطولة. أنا مش عايز حضراتكم تتعبوا ولا تزهقوا. الدوري المصري 18 مرة عام 48 49 49 69 1950 73 1970 74 و74 75 75 76 76 77 77 79 78 80 80 81 87 90 81 96 91 97 97 و2002 98 و2003 2006 2018 2007 2020 2019 2021. كاس مصر 12 مرة 91 81 80 79 75 2002 2001 2098 97 2006 2003 ويمكن مكتوبين عندي هنا من قدام لورا فعشاشة قصاد حضراتكم بالتأكيد مظبوطين بالترتيب. كأس السوبر المصري 3 مرات عام 97 98 و2003. دوري منطقة القاهرة 24 مرة. دوري أبطال إفريقيا مرتين سنة 92 وسنة 21.